ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهارده كيكه الرواني. شايفين قد ايه شكلها جميل حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله شكل الكيكه عامل ازاي. اول حاجه هنعملها مع بعض في كيك الرواني هي الشربات. حاجه هحتاجها للشربات 2 كوباية من السكر، ليهم 2 كوباية من الميه. اقلب كده كويس الاول خالص. دلوقتي هحطه على النار. بعد ما يغلي بالظبط بعد 5 دقايق هطفي على الشربات. يعني اول ما الشربات يغلي معايا هحسب بالظبط 5 دقايق واطفي عليه. الشربات كده ابتدى يغلي معايا، هعصر عليه كده نص ليمونه. بص كده حبايبي، بعد 5 دقايق من بعد ما الشربات غلي هبتدي خلاص كده هطفي عليه. مع بعض ايه هي مقادير الكيك؟ 1 كوباية من السكر، 1 كوباية من دقيق السامولينا بتاع البسبوسه، و1 كوباية من الدقيق العادي بس نخلتها 3 مرات، لان من نجاح اي كيكة ان احنا ننخل الدقيق 3 مرات. 1/2 كوباية من الزيت، 3 بيضات وكل المكونات بدرجة حرارة الغرفة، و1/2 كوباية من جوز الهند، وعلبتين زبادي فانيليا، وهناخد معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من الخل، وهحط كمان على الدقيق رشة من الملح بسيطة. اول حاجة هنعملها هحط هنا البيض في دورق الخلاط، على البيض معلقة الخل وكيس من الفانيليا كويس جدا لحد ما قوامه يفتح معايا. وخلاص كده ضربت البيض لحد ما عمل معايا الفوم الابيض دوت. هبتدي دلوقتي اضيف له 1 كوباية السكر واضرب السكر مع البيض كويس. كده البيض مع السكر لحد ما السكر داب كويس جدا. هبتدي دلوقتي اضيف معايا 1/2 كوباية الزيت، فيها 2 علبة الزبادي كويس جدا في الخلاط. ضربت الخليط لغاية ما ناعم معايا كده خالص. هبتدي كده انزله هنا في الطبق، انزل بيها هي 1 كوباية الدقيق. هقلب كده الاول الدقيق مع الخليط دوت كويس. الدقيق هحط دلوقتي دقيق السمولينا، 1/2 كوباية جوز الهند، كبيرة كمان من البيكنج باودر. هبتدي بقى اقلب المكونات دي كلها مع بعض. كده قلبت كل المكونات مع بعض كويس جدا، وشايفين هو دوت القوام بتاعها بيكون تقيل شوية. انا هنا دلوقتي معايا صينية بايركس مقاسها 24 × 24. هبتدي دلوقتي احط هنا الخليط في الصينية. لو انت عندك صينية مقاس 22 هتكون كمان افضل، كل ما هتصغر في الحجم كل ما هترتفع معاكي ويكون حجمها احلى، بس انا كان عندي المقاس المتوفر 24. هبتدي دلوقتي اخبط بس كده خبطتين في الكيكة. نسيت اقول لكم ان انا حطيت في الصينية مسحة من السمنة وعفرتها بشوية من الدقيق. انا مش شغالة الفرن، لازم ادخلها الاول في فرن يكون سخن. هسويها على درجة حرارة 180، بتاخد من حوالي ساعة لساعة الا ربع. تابعيها كده كل شوية وشوفيها اخدت اللون واستوت معاكي. كلنا عارفين طبعا من نجاح اي كيكة ما ينفعش تفتحي عليها قبل مرور نص ساعة خالص، هتلاقيها هبطت منك. كده انا طلعتها من الفرن بعد حوالي ساعة الا ربع بالظبط. دلوقتي والكيكة سخنة هبتدي اسقيها كده بالشربات كله. لازم تسقيوها اول ما تطلع من الفرن وهي سخنة، ما تسيبوهاش تبرد. شايفين بسم الله ما شاء الله الكيكة بتشرب معايا الشربات ازاي، تشرب الشربات بتاعها كله لان هي ما كانش فيها سوائل كتير. اهو كده بالطريقة دي كل ما احط لها الشربات كل ما هتشربه. ازاي كده حبايبي عمالة تشرب الشربات بتاعها كله؟ الشربات بتاعها ده مش كتير خالص. كمية الشربات دي مظبوطة جدا على الكيكة. سيبها بقى تبرد خالص وبعد كده نقطعها مع بعض. لازم تسيبيها تبرد خالص عشان تعرفي تقطعيها. حبايبي الكيكة كده بردت معايا بعد حوالي نص ساعة، هنبتدي كده نقطعها. نقطعها كده حبايبي، تيجي بقى نزينها كده بشوية من جوز الهند او زي ما انتي بتحبي. هزينها كده كلها بنفس الطريقة. قطعت معاكم قطعة كده، شايفين بسم الله ما شاء الله شكل الكيكة عامل ازاي. طعمها فعلا جميل وطريقتها سهلة جدا، ومقاديرها موجودة في كل بيت بجد. جربوها بنفس المقادير دي، مقاديرها مظبوطة جدا. يا رب تكون الكيكة عجبتكم وتجربوها وتقولولي ايه رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم.